عندما كان يجري ما يسمى الامتحانات، انك بتتذكري في العهود الاولى، وكان خرج كمال البايك يعمل امتحانات يعني طاقة علمية وفكرية وحضارية شغلة كبيرة. انا بالمناسبة قريان له كتبه كلها. يعمل امتحان، كانت تترك كمان هيك بعض الاثر والخدش بالثقافة انه شو ابي يعمل امتحانات. هي عمليا حقه، انا ناخب، انا الي حق اطلع على برنامجك على موضوعك، يمكن اتفق انا وياك على امور يمكن لا. لذلك هذا الموضوع حقيقة المظهر بدنا شوية احتراف في التعاطي معه، يعني المفقود حاليا. المفقود لأنه وين مفقود؟ شرح لي اياها. اين هناك عدم احترافية بالطرح؟ يعني اليوم انطرح وهي المعمعة كلها ماشية، حتى سليمان بيك عم بيقول انه انا كلام جدي وباخده على محمل الجد، ولكنه ليس رسمي بعد، بعد ما تم اعلان رسمي بهذا الموضوع. سليمان بيك حطي على جانب، اي معنى؟ عم بقول كلام، الكلام يعني هون عم نحكي هذا 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 عدم حرفية كمان بانه ما يكون في طرح رسمي يتم التداول فيه. حبيبتي انا وقت اقول حطي سليمان بيك على جانب، مش اقولها من فراغ. سليمان بيك حدد مسار المرحلة القادمة وأتصرح بهيئة الحوار أنه أنا في مرشح اسمه العماد ميشيل عون، لا يزال هو أولوية في لعبة مسار الاستحقاق الرئاسي. هذا كلام مسؤول من شخصية أبيقول، فبالتالي أنا ما عادش إلي حق طلع له كلامه فوق السقف، لأن يكون أنبسطنع وأتعمد اصطناع الخلاف والتناقض. بس هذا الكلام استتبع بكلام امبارح وأول امبارح كمان، لا كلام من قبل سليمان بيك، من قبل سليمان بيك يقول أنه أنا تحت السقف، تحت سقف ما يتفق عليه الأقطاب، تحت سقف العماد ميشيل عون، ولكن إذا في ضرر مسيحي بانتخابي أنا ما بقبل فيه، ولكن إذا كان لا واستبعادي فقط لمجرد أنه ليش أنت مش أنا ما رح أقبل بهذا الموضوع. هذا لا يتناقض مع الكلام أنه في مرشح رئيسي أول. انتبه، هذا استطراد ينطبق على العماد عون. إذا كان هذا المرشح هذا سؤال، إذا كان هذا المرشح الرئيسي الأول ما في رضا عليه وما في إجماع عليه، أنا بلشت لك حديثي بالأول، إذا العماد عون ترشح وتم النقاش معه على قاعدة رئاسته دون قانون انتخاب يعيد انتاج الحقوق الدستورية للمسيحيين بالنظام، فهو ضرر مسيحي. نقطة على السطر. فإذا المعادلة تنطبق على الجميع. هيدي النقطة ما فيني أنا طبقها على الرئيس سليمان الفرنجية أو على الرئيس ميشيل عون أو على سمير دكتور سمير جعجع، أو أنا عم طبقها على المبدأ. وقتي طبعا في ضرر المسيح، من أنت لتغير في موازين القوى إذا ما كان في عندك مجلس نواب يشكل مصدر السلطة الحقيقي في تمثيل حقيقي للمكون الذي تنتمي إليه؟ من أنت؟ إن كان العماد صحيح العماد عون، هوني النقطة المركزية، إنه طاقته الجماهيرية على مستوى لبنان طاقة متقدمة لدرجة تخلق له شكل من أشكال الحصان في لعبة عدم إضرار المسيحيين في حال ما كان في قانون انتخاب. وبالرغم من ذلك كله أسارع إلى القول الخوف من إساءة الفهم، قانون الانتخاب مطلوب حتى بانتخابه أو قبل انتخابه أو كرسمي متكاملة، لأنه سيؤدي إلى الحق. هذا طلب عام من الجميع، هذا طلب مش عام مركزي وذات لكن جمهور ميشيل عون وميشيل عون السريلانكي عند الآخرين، عفوا لحتى سريلانكي دولة الشعب فيها عنصرية، أعتذر أسحب الكلمة، خدام عند الآخرين بمعنى أنه شغلتهم أنه أنا بسمي واحد وتعايا ابن عون أي فلان أو أي فلان أو أي فلان. هذه الطاقة، هذه الطاقة بما تملك من مكون، بما تملك من طموح، بما تملك من حقوق، بما تملك من مطالبة بحقوق تاريخية صفاء بالطالب فيها، شو خدام عند هذا وهذا؟ لا، هيدي النقطة المركزية وهيدي اللي سليمان بايك حريص عليها. صح. أنا
بدي اعترف انا وياكي بشغل، انه هذا المكون اللي اسمه 14، معش فيه 14 أدار، قضي الامر الذي فيه تستفتيان، سقطت سقوطا مروعا وكان سقوطها عظيما. 14 أدار؟ طبعا. وفي اي 14 بعد؟ في 8 أدار كمان؟ طبعا. في بعد ما في غير 8 أدار بعد؟ طبعا. مواضحة اساسا كلام سليمان بايك امبارح من كنف بيت وليد بايك، شو قال؟ قال اخ وصديق ورفيق ونحن كجماعه، يعني كحلف كقائم، بدنا نكون سويه تماما. انه 8 أدار تذهب موحده يعني، فاذا معناتها في 8 بس. ما في 14 أدار، سقطت سقوطا مروعا. بشو ما في 14؟ ويني طلع منا ميشيل عاو وراح وليد بايك سمى الشخصية التي تشكل بمضمونها رمزية نقيضة لهذا المكون. ثلاثة، الرئيس سعد الحريري، في رئيس سعد حريري، في وليد بايك شبلاط، والباقي حالي. طبعا تم التعامل معه على أساس أنها حالي مستتبعة. وهون ما بعرف كيف بيتعامل مع الموضوع الدكتور جعجع، حصر تمثيل 14 أدار فيه امبارح بتصريحه من يومين، انه نحن ننطلق من 14 أدار ونبدأ ب 14 أدار. عمل تصريح حصر تمثيل 14 فيه، وكأنه أصدر قرار إخراج الآخرين من 14 أدار. هاي شغلة بتتعلق فيه، أنا ما بسمح لنفسي أتعاطى. أما في تنازل تام استراتيجي باتجاه اسم سليمان بيك فرنجي، يجب الاعتراف فيه. والساحة صفت ساحة هلأ، كل الوقت عم بحكي أنا وياكي، أنت براسك هون، أنا عم بمنع الشيء أنه في ميشيل عون وفي سليمان فرنجي، مش هيك؟ وهذين الرمزين رمزين أساسيين، وخصوصا طبعا مع التقدم، الحالة المتقدمة لميشيل عون. نرجع نختزل الحالة كلها بتصريح سليمان بيك فرنجي قدام هيئة الحوار. ابن العماد ميشيل عون لا يزال هو المرشح الرئاسي لرئاسة الجمهورية المتقدم، وبالتالي نحن تحت في يعني تحت هذه الشمسية في مسار اللعبة الرئاسية. أسئلة أي تفكير آخر يتم التعاطي فيه هو محاولة لضغط الأمور لإيجاد الفتنة ضمن هذا المكون، ولإيجاد الفتنة أيضا بين المكونين. أي مكونين؟ حزب الله والعماد عاون. ليش عم تغلط؟ وهيدا مراهني. هي تاني مرة عم تذكرها هيدي الفكرة، ليش فتني بدك تعتبرها انه عملية فك ارتباط بين حزب الله؟ هيدا ذكرته بأول الحلقة، بالوقت يلي من سويك بنفسه ما ظلمك، يعني اليوم الرئيس سعد الحريري كمان. طب خليني كمل سؤال. اليوم الرئيس سعد الحريري كمان لما عم يطرح اسم سليمان فرنجية ما دمر حلفائه ب 14 أدار كمان، يعني هون كمان في فك ارتباط. ليك هلا بعدك عم تقول الدكتور سمير جعجع نسب حاله صحيح. انه هو ب 14 أدار، الشيخ بطرس حرب عنده موقفه، استاذ روبير غانم عنده موقفه، المسيحيين المستقلين. ما بتكبريش الاسماء كثير. لا لا عم بقول في بعض الاسماء. هودي مكونات ب 14 أدار. لا هؤلاء مستبع مستوشي للشيخ بطرس، في كثير منهم هن مستولدون بكنف طيار المستقبل، مستولدون بكنف طيار المستقبل. هون بيت الأصيل، وحدا منهم يدعي أبدا يدعي، وهذا شيء محترم. أنا لو كنت محله نفس الشيء، يعني ما عم بحكي شيء ينطبق عليه ولا ينطبق عليه. بيت القصيد اللي بدي اقول لك بسؤالك، ايه انا بدي تجاوبني على السؤال، انه اذا هون بده يصير في ضرر بعمليه فك ارتباط، هون كمان في ضرر بتدمير مجموعه بكاملها. بيعمل مصلحته في قراءه له لوضع المنطقه، في وضع بيتطور بسوريا ميدانيا. عم تحكي عن رئيس سعد الحريري طبعا، انه عم يعمل مصلحته بغض النظر عن مصلحه حلفائه، وعن وليد بيك بالاسباب الموجبه التي قدمها للمطابخ. بس انت ما قلت اللي انا سالتك عن الاسباب الموجبه، ما جاوبتني عليها. ولا اعطيتك سبب، وهيدي اسباب بالطول، بس بقى بعطيك اياهم بالقطاره. ما بدي بالقطاره، حابب اعمل جلسه تاني معك. بنعمل 20 جلسه، بس اعطينا الاسباب الموجبه. في حدا بيصر يطلع معي ومن تلفزيون الجديد من على هالمنبر المميز؟ انت بتشاركنا، نحن بنغتني بضيوفنا. حبيبي تفضل. طيب انا قدام واقع المنطقة بيتطور وضعها، واصلي لوقت قدام أمرين،
أو إنه في تطور ميداني بلش يبين على الأرض، أقله من المنطقة الوسطى في سوريا باتجاه الغرب، قد يترك انعكاسات سلبية على مطالبنا وموقفنا. خلينا نسبق الآخرين بإنتاج هالواقع عبر احتضان واستيعاب هذا الموضوع قبل ما يصير شيء، وبالتالي بكون عم بعمل مصلحتي. وده قلت لك مش ما قلت لك، بس قلت لك اخراج لبنان من تسوية المنطقة، لانه التسوية ستبرز عناصر جديدة على المعادلة قد لا تتناقض تتفق مع اتفاق الطائف، وبالتالي هذا الموضوع بيت الاساس. عند هيك سمحت السيد، نتيجة رغبته بالاستقرار المكونات واستقرار السياسي، اجا قال لهم فليكن هناك اتفاق تحت سقف اتفاق الطائف لحتى بكرة ما يقولوا. تخلى يعني عن المؤتمر التأسيسي؟ مش تخلى، لم يطرح مؤتمر تأسيسي، حطوا احتمال من الاحتمالات في حينه، صاروا عملوا قضية القضايا. إجا دك ودكا مبينة قال لهم تشرفوا، في رزمة، في رئيس عنا إياه نحن مرشحينه، بكرة بدهم يقولوا تخلينا. تعمد هذه الإشارة ليقول لهم أنه تعالوا نشوف شو بدكم بيقابل هذا الشيء. وفي قانون انتخاب، وفي في رزم متكامل. الخروج عن هذه المعادله معناتها محاوله او مراهنه ذاتيه، عسى ولعل ان ناخذ الامور باتجاه التناقضات الذاتيه. انا بدي بلش اطرح اسئله وبدي اجوبه سريعه عليها، لانه نحن عم بيطير الوقت كثير بسرعه مع دوله الرئيس. اذا بدي طيب بشعر لفتت عين وانتبهتها بشعر الوقت انتهى معي، طب شو ذنبي انا كمان؟ يلا طيب اليوم اذا بدنا هيك نشوف الامور بمنظار اخر هيك بالبديهيات، طيب العماد ميشيل عون مرشح الاقوى لرئاسه الجمهوريه، حزب الله وسمحت زيد ما زالوا بيعتبروا ميشيل عون هو مرشحهم او من يسميه العماد ميشيل عون مرشح. بالمقابل سليمان بيك فرنجيه وضع حاله تحت سقف العماد ميشيل عون ويعتبره بيه، اب واخ وصديق. لماذا اذا ما كان في اجماع او رغبه واسعه بان يكون العماد عون رئيس جمهوريه، لماذا لا يكون صانع الرؤساء؟ لماذا لا يكون الكينج ميكر؟ لماذا لا يقدم ميشيل عون سليمان فرنجيه رئيس من كتله؟ لا استطيع ان اتحدث عن عماد ميشيل عون، انا يعني هذا موضوع، بس هو سمعانه ابي يقول انه بال 2007 عملوا لي كينج ميكر، وفقت على ابن سليمان، صفيت بالاخر ام بترجع انقل الحاجب من محل لمحل ما حدا يرد علي، وهذا صحيح. بس في فرق سواء مع ابن المئاتي وسليمان فرنجي، سواء مع ابن المئاتي او مع غيره. وانا برايي لو كان الرئيس الحريري رئيس وزارة كان افضل له من غيره كان يكون. والله هذا ما صنعته ايديكم، مين جابوا لها؟ انا ضد، انا كنت اول واحد ابع كعبه، بس قالوا فللنا ابن الحريري وجبنا ابن المئاتي، قلت له ارتكبتوا خطأ. على كعبة، إذا لبنان كله بيعرف هالشيء، ضليت أشهر بهذه المعركة وبرمزيتها. لا لا لا، هذا موضوع طمي بالك، يعني في عقل بعده صاغ فينا عقل، كفي كفي عبيبتي كفي. طيب أنت قلت لي، أنا سألتك بداية الحلقة هل سيكون هناك رئيس جمهورية قبل الأعياد؟ قلت لي لن يكون هناك، على ما يبدو مثل ما رايحة مسار الأمور، على ما يبدو مثل ما ماشي الأمور، إذا بدنا نمشي بهذا لن يكون هناك رئيس جمهورية بهالمرحلة. لا كمان الاستطراد لهالدرجة مش مزبوط، ستطرأ تطورات عندها في المنطقة تجعل عملية الرئاسة ضمن صفقة كبيرة وكبيرة جدا تتعلق بواقع المنطقة. ما رح فوت فيها الموضوع لأنه الموضوع كبير، واضح مش خارج هذا، مش خارج ما تبقى، لا أكيد هيدا بده، مش خارج ما تبقى من هذه الحلقة، لا هيدا أكيد بده وقت آخر. سؤال أيضا بإطار خلينا نقول الألعاب المفخخة يلي بتعتمدها المجموعات بين بعضها أو الأحزاب أو التيارات، لا خلينا نحكي هون، في فريق بيقول طرح الرئيس سعد الحريري لاسم سليمان فرنجيه هو لحرقه ومفخخ، وفي
فريق آخر بيقول إنه 8 أدار وحزب الله عم يتعاملوا بطريقة مفخخة مع الموضوع. كيف؟ إنه بنمشي بنحكي بموضوع إنه هناك اسم سليمان فرنجية بتقله، وفي أصلاً الاسم الأساسي اللي هو العماد ميشيل عون، بنحط سمير جعجع أمام خيارين لا ثالث لهما يلي هن تع أو عندك ميشيل عون أو عندك سليمان فرنجية. بديهي أن لا يقبل سمير جعجع بسليمان فرنجية، فيبقى عنده بس خيار ميشيل عون. هل ممكن نشوف بالمرحلة المقبلة تبني سمير جعجع لترشح ميشيل عون للرئاسة؟ أنا بحلقات تلفزيونية على شاشات زميلي حضرتك كنت دايما أتساءل أنه العماد عون وسمير جعجع بالورقة إعلان النوايا وقعوا على ورقة جبل ما بيقولوا فيها بند المتعلق بالرئاسة أن يأتي رئيس ممثلا للمكون الذي ينتمي إليه، ممثلا حقيقيا يعني. طيب، ونحن بتفكيرنا نحن كمواطنين كشعب تفكيرنا الأربعة هني بتفكيرهم أنه بيناتهم يمكن هيك. كنت أسمع الدكتور جعجع بيعمل تصريح بيقول يجب انتخاب رئيس جمهورية فورا، يتحمل مسؤولية من لا ينتخب رئيس، ويستطرد بهذا الكلام الذي يتناقض بمضمونه مع فكرة إنتاج رئيس ما كان يعني يوصل الجملة بكلام يقول فيها مع رئيس ممثل للمكون الذي ينتمي إليه. كنت أتساءل وكنت حطه أنا ضمن خانة، فهذا يتحمل مسؤوليته الدكتور جعجع، هو المسؤول كما جرى في قانون الانتخابات النيابية الذي بادر إلى إعلان تأييده لقانونه بعدين تحت عنوان إنه الآخرين ما قبلوا أنا بطلت خذ وطالب. يا إلي هذا تعبير كأنه أنا نقابي أخذ وطالب. إيه؟ هلأ كمان في خطأ استراتيجي يرتكب إذا لم يفهم هذا التصريح هذا الموقف تبعه. وقت سعادة سفير المملكة العربية السعودية امبارح يصرح يقول يا اخوان نحن اي مرشح نحن بيهمنا يعكس ارادة الاجماع اللبناني بشكل عام، ولكن بتصريح وقاصد بشكل خاص التوافق المسيحي، بس يقولوا توافق مسيحي المقصود حصرا ميشيل عون وسمير جعجع، لانه سبق وقت تم الاتفاق بين سعد الحريري محافظ الألقاب طبعا دولة الرئيس، أو بيكونوا كمان قاصدين دولة الرئيس إنه بحياته ما حيقدروا يعملوا توافق مصيري مسيحي، بيرموا الكرة دايما لا بالملعب. لا بدي وصلك عليها، ما أنت ما خليتنيش القفلة وين؟ تفضل وقتي وقت صار الاتفاق بين الرئيس الحريري وما يسمي الاتفاق أو الإيحاء بالاتفاق مع العماد ميشيل عون، قالوا يا خي بالاخر الحجه اللي عطاها لتبرير الفيتو السعودي الممثل على لسان او ما سرب على لسان الله يرحمه سمو الامير سعود الفيصل انه فيتو على ميشيل عون، قال يا خي اتفقوا انتم المسيحيين ببعضكم اتفقوا انتم سمير جعجع، فاذا المعادله سمير جعجع سعد الحريري ميشيل عون ميشيل عون سمير جعجع ميشيل عون. ف وقت يقول سعادة سفير المملكة العربية السعودية يقول انه يتفقوا المسيحيين فقاصد سمير جعجع، هل يا ترى سعادة السفير متمكن من حالة عدم الاتفاق؟ انتبه، وهذا التمكن لم يكن طبعا مستند الى معطيات نظرية انه المسيحيين بيختلفوا ببعضهم، لا عملي، لانه هلا في مرشح جدي صح وانا اعتبره جدي على كل حال. وعلى الساحة اسمه سمير جعجع، على الساحة اسمه سليمان فرنجية، فيا دكتور جعجع ما هو عنده زيارة على الرياض لنشوف شو بده ينتج عن هذه الزيارة، بدنا ننطر وياتيك بالاخبار من لم تزوج، بدنا ننطر. رح نتوقف مع بريك اعلاني قصير قبل ما نختم الحلقة، بريك. كادبري ديري ميلك بابلي كله بابلز. ادخل إلى عالم متجدد بشغف اللقاء مع الذات، وتناغم بإحساس مثير من الرقي الناعم،
جاليري ظاهر تألق بأسلوب حياة متطور حيث يصنع البيت في خيال حال. استرح لتجد نفسك وأسدل ستائر الشمس على ألوان الانسجام وعش بيتك برفاهية الإحساس. جاليري ظاهر الرقي الناعم. في لحظات لا يمكن أن تنسى مع أنغام الصباح، حيث يمتزج الطعم الفريد والمذاق الألذ بكوب يحتوي أجود أنواع الشاي، شاي العود، شاي سيلاني فاخر، سحر المذاق وسر النكهة. ياسين سيراميك. Superb tiles. Elegant look. Luxurious jacuzzi. Sanitary ware. Modern taps and mixers. Truly magnificent. Results you can stand on. بارني وجبة خفيفة بتحتوي على مكونات مثل القمح، الحليب والشوكولا وخالية من الألوان أو المواد الحافظة. بارني ينمي حب الاستكشاف. وهلأ مع كل علبة 5 قطع من بارني بيطلع لك لعبة مجانية تركبها وألعاب كتير غير تجمعها. تشوف مع بارني عالم رائع كله ألعاب. When you chew Trident, you feel in the zone. Warning, you'll want to chew again and again. Pick up the refreshing habit. Globo Win PVC. أحدث التصاميم، أباجورات إلكترونية، عازل للصوت والماء والهواء، جودة في النوعية ومنافسة في الأسعار. نصنع جميع المقاسات، متواجدون على كافة الأراضي اللبنانية. جلوبوين PVC. Big possibilities, new thinking. سلامي سيراميكا، عالم تلتقي فيه الأناقة بالجودة. من جديد مشاهدينا، وقبل ما نختم حلقتنا مع دولة الرئيس قليل فيرزلي رح نمرق ريبورتاج صغير من وحي الحملة يلي نحن متبنيينها أيضا، وهي حملة وقف أو إنهاء العنف ضد المرأة. ونحن مؤمنون بأن إنهاء العنف ممكن
بشوية إرادة وصلابة إرادة وتفهم من قبل كل المكونات. منشوف التقرير. قبل عامين لم ينجح القانون ولا القضاء ولا المسؤولون في حماية النساء اللواتي تعرضن للعنف بكل أشكاله، فكانت النتيجة عشرات النساء المعنفات ومنهن من قتلن على أيدي أزواجهن كمنال عاصي ورولا يعقوب ورقية منذر وسارة الأمين وغيرهن من النساء اللواتي سمعنا أو لم نسمع بقصصهن. تزوجت عمري 15 سنة، بيتك ونصيبك وكل النسوان تنضرب، 7 سنين من معاناة، قلة ثقة، ضرب، حرمان، ظلم، قهر. حملة أنا قصتي قصة لمنظمة أبعاد تأتي في إطار حملة 16 يوما من النضال للقضاء على العنف الموجه ضد النساء والفتيات لتسلط الضوء على قصص وحياة ناجيات من العنف الأسري. الهدف الرئيسي من حملتنا تسليط الضوء على قصة النجاح، إمكانيات النساء وقدراتهم للخروج من أوضاعهم وإرادتهم فعلا ببناء حياة خالية من العنف والعيش بكرامة. بس صار عمري 17، ما قدرت نكفي هيك. هون أنا قررت أطلع بكل قوة. ما في شيء اسمه أنه لازم أنا موت لأنه أنا بحبه، لا. أنا ما بدي ابني عيش طفولة أنا نتربت فيه. لما صار عمري 13 سنين أغادت لاختصاب من جوز أمي. هيدا موضوع ضل يكرر كل مرة وكل مرة وكل مرة. بعد فترة بلش كمان يضربني في هيك غرفة العذاب وبيضربني فيها، ما نبريش مع عصاية ما هي إلا شيء، حتى يصير جسمي ما عادش يبين أصلا إنه هيدا جسم. بعد 4 سنين صار عمري 17 ونص قررت إنه أطلع من هداك البيت، وهلا صرت قوية كتير. القصة قصة قرار تتخذينه أنت لتكوني حرة، فإنهاء العنف ممكن إذا أردت ذلك. أنا زينة. أنا هالة. أنا سارة. وأنا قصتي قصة. ليك أنا شو سرنكي؟ إذن على أمل إنه نخلص من موضوع العنف، وفي قناعة إنه هذا العنف ممكن، بحاجة كمان لدعم، دعم مجلس النواب، دعم التشريعات، دعم أهم شيء تعميم ثقافة إسقاط ثقافة المجتمع الذكوري. أسوأ أنواع الثقافة في الدنيا، وقصة يعني عاطين لحالهم كمنطق ذكوري أكثر ما بيستحقوا. خلينا نكون واعيين. شاهد لا، هي الحقيقة هاي. شو إنه طيب وقت كان أنا عندي عضل وبدي أقتل الحيوانات وأتعاطى مع وحوش الطبيعة، طيب كانت المرأة مجبور تختفي وراء هذا الرجل لأنه كان هو العضل اللي بده يقاتل الوحش والدب والقرد و و و. أما اليوم أنا بده ينقل لي بعد إنه أنا مرأة وأنت رجل؟ لا، مش صحيح. أما إذا يتحدثون عن ما ورد في القرآن الكريم أو في الإنجيل المقدس، حبايا يا أحبائي، الرجل رأس المرأة أو قوام على المرأة بقوة الحب، لأنه كما أحب المسيح العضل. كما أحب المسيح الكنيسة، ومع استعداده بأن يلغي ذاته في سبيلها لأنه بحكم الفداء وبحكم الدفع بحكم خدمتها، وبيضل الأمر معقود على التشريعات، على ثقافة بس كتير مهمة. طبعا الثقافة مهمة، بس كمان أن يكون في هناك تشريعات رادعة. في تشريع ضد السرقة، في تشريع ضد الزنا، في تشريع ضد حدا أبي واقف عن القصة علنا مخالفة التشريعات. إسقاط ثقافي صح. ويجب أن تقف المرأة وقفة حقيقية بتضامن حقيقي بإطلال واحدة، وإسقاط الرجل من البيئة يلفظ الذي يتصرف على أساس أنه صاحب عضلات ومجتمع ذكوري. أقدمي أيتها الإمرأة ولا تخافي، يلا أبشر فأذن. أنت قوة المعرفة منذ فجر التاريخ صحيح. آدم وحواء اللي صورها أنه أغرته، لا
هو كانت هي التي عرفت أن هذه الشجرة متميزة عن غيرها. قاعد كان هو مبلطح قد بيأكل وبيشرب وبنام وريت إيداي. إجت هي بأي اللي عرفت أنه هذه الشجرة تملك ما تملك من معه. روح لينا هاي متميزة الشجرة، معناتها تملك قوة المعرفة. طلعوا منا كل ثقافة المجتمع صحيح. الذكوري صفت ثقافة تافهة وفشلت على المستوى العالمي. نعم. لأنه الرجل ما قدر لا عمل سلام، لا قدر عمل استقرار، لا قدر أرسى مفاهيم إنسانية. أعطي المرأة دورها الأساسي قد تكون مردودة على الإنسانية أفضل. نحن خلص وقتنا، أنا بدي أشكرك كتير على مشاركتنا بهالحلقة. طبعا حيكون في استتباع لهيدي المقاربة يلي عملناها اليوم مع الدولة التركية. بدك تروحي على الأغمى أيتك، بدك تروحي على الأغمى. أكيد 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 بدنا نروح على الأغمى لأنه شبعنا سطحية يعني.